احنا عادل الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. خليني كابتن علاء اتكلم على مباركته للنادي الاهلي وعلى مؤمن زكريا برضه. انا بشاركه موضوع مؤمن زكريا. مؤمن زكريا برضه من الناس اللي انا اتشرفت وان انا دربتهم، يمكن هو من الصغر كمان ويبقى دوري مؤمن زكريا. ولكن انا عايز اتكلم بصوره مختلفه شويه. ايه الدوري العام عشان بس نتكلم، لانه 42 بطوله النادي الاهلي واخدها مش بسهوله زي ما الناس فاهمه. لما تكون انت عاوز تكون بطل دوري عام، علشان بس نتكلم نفهم الناس، سيبنا من حته الفرح، لا احنا خلينا نتكلم على الشغل والمجهود اللي بيتعمل. دوري عام مش 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 بطوله يوم واحد. دوري عام تنظيم، اداره، استراتيجيه، فكر، دائما بتبقى للامام وطول مجموعه لعيبه جيدين، مجموعه لعيبه كويسين، مدرب لازم يكون كويس، جمهور عظيم. قبل كل حاجه عندك جمهور النادي الاهلي اللي هو اقوى حاجه، يعني اللي انا عايز اقول لك عليها ان هو رقم واحد في كل حاجه. ولكن خلينا نتكلم كمان في ازاي النادي الاهلي بياخد بطوله الدوري العام، عشان بس الناس ما تفتكرش اصل كلمه فايز بالدوري العام كلمه سهله، لكن هي فيها صعوبه. صعوبه انك انت تكون على بطل 42 مره من 61 مره، يمكن منهم حاجات اكتر من مره انت كنت مفترض تاخدها كمان، بس حصل ظروف. ولكن في الاخر انت علشان تاخد البطوله يبقى لازم يكون عندك اداره كويسه قوي. طبعا. وانا ببارك للاداره ومجلس الاداره، ببارك لهم لانهم تعبوا السنه دي قوي. صحيح. اتشدوا كتير قوي، حبوا يخرجوهم عن الاطار، ما قدروش، حملوا حاجات كتير فعلا، ودي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه المهمه، فرقه النادي الاهلي حتى كلاعبين وكمدرب واداريين، برضه جهاز فني وسيد عبد الحفيظ كمان برضه اتضغط عليهم ضغطه قويه جدا، ولكن صمدوا وشغالين، وهو ده النادي الاهلي. فيبقى السر في بطولات النادي الاهلي ال 42 في ادارته وقوته على مدار العمر كله. تيجي تتكلم على المنافسين وانت بتتكلم عليهم، انا شخصيا ما ببص لهمش. يمكن انا عندي تصريح قلته السنه دي، ودي مفاجاه، تاني اسبوع في الدوري قلت النادي الاهلي هيخلص الدوري في احدى القنوات الفضائيه، وممكن نرجع لها، قلت النادي الاهلي هيخلص الدوري السنه دي باسابيع كتيره قوي، علشان النادي الاهلي قادر على الالتزام وقادر على الاستقرار. دي حاجه كبيره قوي. المهم الايام الجايه اللي احنا نعمل ايه، نفضى بقى لبطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله.